السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم سنة أولى؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ونشوفكم على خير إن شاء الله. أنا دكتورة علا الفقي، هكون معاكم في جزء من محاضرات السيل بيولوجي إن شاء الله. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن شابتر 5 موجود عندنا في المذكرة في صفحة 48، عنوان الشابتر Expression of Genetic Information أو Synthesis of Protein from Genes. فعشان نبدأ في الشابتر احنا محتاجين نتكلم شوية عن الجينز بتبقى موجودة ازاي. فالحقيقة الجينيتك انفورميشن بتبقى موجودة في الهيومن بودي على two types من النيوكليك أسيدز. النوع الأولاني اسمه الدي ان اي او الدي اوكسي رايبو نيوكليك أسيد، والنوع الثاني اسمه ار ان اي او رايبو نيوكليك أسيد. لو جينا نتكلم عن الاستراكشر اوف دي ان اي، بقول لك ان هو دبل هيليكال ستراكشر او تو ستراندز من الدي ان اي موجودين مع بعض في شكل دبل هيليكس. بنقول ان هما تو ستراندز من الدي ان اي موجودين مع بعض في شكل دبل هيليكس. احيانا الموديل ده بسميه واتسون اند كريك موديل على اسم التو ساينس اللي اكتشفوه سنه 1953 وخدوا عليه نوبل برايز. عشان كده ما تستغربش لو لقيت دبل هيليكس ده اسمه واتسون اند كريك موديل. طيب بنقول الدي ان اي كونسيست اوف تو مولكيولز او تو ستراند زي ما قلنا موجودين مع بعض في شكل هيليكال فورم بسميه دبل هيليكس. اتش ستراند اوف دي ان اي بيتكون من ايه؟ اتش ستراند اوف دي ان اي ميد اب اوف مليونز من النيوكليوتايدز. يبقى كل ستراند من دول فيه ملايين الملايين من النيوكليوتايدز. طيب ايه هي النيوكليوتايدز؟ بنقول كل نيوكليوتايد بتتكون من ثلاث حاجات مهمين اللي هم الفوسفيت جروب، بنتوز شوجر، ونيتروجينس بيز. تاني، كل او each نيوكليوتايد consist of فوسفيت جروب، بنتوز شوجر. البنتوز شوجر في حالة الدي ان ايه بسميه دي اوكسي رايبوز، وعشان كده اسم الـ DNA دي أوكسي رايبو نيوكليك أسيد، لأن الشجر اللي فيه اسمه دي أوكسي رايبوز. تالت حاجة اللي هي الـ النيتروجينوس بيز. محتاجين نتكلم مع بعض شوية عن النيتروجينوس بيز دي عبارة عن إيه؟ النيتروجينوس بيز عبارة عن تو ميجور كلاسز اللي هم البيريميدين والبيورين. يبقى النيتروجينوس بيز عبارة عن تو كلاسز كبار اسمهم البيريميدين والبيورين. خلاص؟ لو جينا نتكلم عن البيريميدين، بسميها بيريميدين ليه؟ لان هي عباره عن رينج 6 ممبر رينج. خلاص زي ما هنشوف الاستراكشر كمان شويه هنعرف ان في 2 بيريميدين بيزز موجودين في الدي ان ايه اسمهم الثيامين والسيتوسين. تمام، بينما البيورين عباره عن فيوزد رينج، تو رينجز فيوزد مع بعض، واحدة ستة وواحدة خمسة، والبيورين عبارة عن أدينين وجوانين. بقى نبص مع بعض كده على البيزز أو النيتروجينوس بيزز اللي بتبقى موجودة في الدي إن إيه. معايا البيورين بيزز، البيورين زي ما احنا شايفين كده الرينج ستراكشر عبارة عن تو رينج ستراكشر فيوزد مع بعض، واحدة ستة والتانية خمسة، وعشان كده بسميها البيورين. خلاص البيورين دي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين، عباره عن الادينين والجوانين. يبقى دول التو بيورين بيزز اللي موجودين في الدي ان ايه اللي هم الادينين والجوانين. نيجي نتكلم عن البيريميدين. البيريميدين بيزز عباره عن 6 ممبرد ستراكشر، رينج سداسيه زي ما احنا شايفين كده. البيريميدين بيزز اللي موجودين في الدي ان ايه عباره عن حاجتين اللي هم السيتوسين والثيامين. يبقى تاني بنقول النيوكليوتايد عبارة عن ايه؟ عبارة عن فوسفيت جروب، عبارة عن بنتوز شجر. بنتوز على فكرة يعني شجر خماسي، البنتوز شجر اللي موجود في الدي ان ايه بسميه دي اوكسي رايبوز، وعشان كده بسمي الدي ان ايه اللي هو الدي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. والنيتروجينوس بيز اللي احنا قلنا يا اما الدي ان ايه عبارة عن اربع نيتروجينوس بيز، اتنين بيورين واتنين بيريميدين. بص كده مع بعض،
ده الكيميكال ستراكشر اللي مرسوم عندي، ادي الفوسفيت جروب، ادي الشوجر اهو خلاص، وادي النيتروجينوس بيز، وادي النيتروجينوس بيز. طيب ناخد الاستراكشر بتاع الهيليكس بشكل يكون موضح شويه. لو انا افترضت ان ده الاستراند الاولاني، احنا قلنا ان الدي ان ايه عباره عن دبل هيليكس، خلاص دبل هيليكس يعني تو ستراند. ادي الاستراند الاولاني، الاستراند الاولاني دايما الدي ان ايه ستراند بيبقى ليه نهايتين، نهايه بسميها اللي هي الخمسه او الفايف اند، والنهايه الثانيه اللي هي الثري اند. الاستراند الاولاني بيمشي من الفايف تو ثري، ده طريق القرايه لان انا بقرا جينيتك كود زي ما هناخد مع بعض بعد كده، من الفايف للثري. طيب الاستراند عباره عن حاجتين، عباره عن باك بون زي ما احنا شايفين كده، ده بسميه باك بون. خلاص الباك بون عباره عن ايه؟ عباره عن فوسفيت مع شوجر. خلاص اذا الباك بون بسميه شوجر فوسفيت باك بون. تبص تلاقي الفوسفيت مع الشوجر ماشيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نوضح شويه اهو، ادي الباك بون، هتبص تلاقي عندك الفوسفيت مع شوجر، فوسفيت مع شوجر بشكل كده زي ما احنا شايفين ماشي كده تمام. طيب الشوجر بيبقى اتاتشد بالبيز اللي انا قلت لك عليها، او النيتروجينوس بيز اللي احنا قلت لك عليها. ادي الاتاتشمنت زي ما احنا شايفين، ادي الشوجر اتاتشد بالايه، ايه الايه دي؟ اللي هي الادينين، الايه اللي هي ادينين خلاص، الجي اللي هي الجوانين، التي اللي هي ثيامين، والسي اللي هي سيتوسين. يبقى انا عندي اربعه بيزز اللي هم الادينين والثيامين سيتوسين وجوانين. الاختصارات دي مهمه لان دي هنقراها مع بعد كده ان شاء الله في الجينيتك كود. ادي الشجر الاولاني اتاتشد بالاي اللي هي الادينين، الشجر الثاني اتاتشد بالجي اللي هي الجوانين، الشجر الثالث اتاتشد بالتي، الشجر الرابع اتاتشد بالسي. خلاص ده بيبقى ليه ترتيب، كل شخص مننا الجينيتك ماتيريال بتاعته مختلفة عن التاني زي ما احنا عارفين، او بسميها الشفرة الوراثية. يعني ترتيب الشجر ده بيبقى مختلف، او ترتيب البيزز، او بسميه النيوكليوتايد سيكونس، او بسميه الجينيتك كود زي ما هنعرف مع بعض بعد كده، وتبقى سبيسيفيك فور لكل شخص مننا. خلاص طيب البيز بير دي، او البيز دي اللي هي الادينين، بتعمل بيز بير مع البيز اللي جنبها في الاستراند الثاني. خلينا نشوف كده، ادي الاستراند الثاني. خلي بالك الاستراند الثاني من الدي ان ايه بيبقى انتي بارلل او كومبلمنتري للفيرست ستراند، عشان كده بتبص تلاقي القرايه بتاعته ماشيه من 5 ل 3 بس في الاتجاه المعاكس، وعشان كده بسميه انتي بارلل. بسميه ايه؟ انتي بارلل. البيزز دي بتبقى كومبلمنتري تو اتش اذر. يعني ايه؟ يعني الادينين بيبقى اتاتشد مع الثيامين. خلاص دايما تلاقي الادينين اتاتشد مع الثيامين، جوانين اتاتشد مع السيتوسين، تاني ثيامين اتاتشد مع الادينين، هتبص تلاقي عندك السيتوسين اتاتشد مع الجوانين. اذا البيز بير اللي بنسمع عنها زي ما انت شايفها كده، ادينين اتاتشد مع الثيامين. طب هو اتاتشد بايه؟ اتاتشد بهيدروجين بوند. الهيدروجين بوند دي اللي بتدي الاستابيليتي بتاعه الدي ان ايه، عشان كده بتلاقي الدي ان ايه ستراند اللي موجود في جسمنا فيري ستيبل، لان بيبقى فيه الهيدروجين بوند. الادينين مع الثيامين دايما اتاتشد مع بعض بهيدروجين بوند، بسميها دبل هيدروجين بوند. خلاص الجوانين اتاتشد مع السيتوسين بتريبل هيدروجين بوند زي ما احنا شايفين. خلاص ده البيز بير. تاني بقى نيجي نكمل على الاستراند، هتبص تلاقي البيز بير دي اللي هي او البيز اللي هي الثيامين اتاتشد مع الشوجر فوسفيت باك بون زي ما شرحنا في الفيرست ستراند. يبقى ده الاستراكشر اوف دي ان ايه هيليكس. لو انا جيت اشرح تاني، دي فيجر توضيحي تاني، بقول لك ان انا عندي ادي التو ستراندز اوف دي ان ايه، ادي الستراند الاولاني اللي هو من 5 ل 3، والتاني كومبلمنتري ليه خلاص في الاتجاه المعاكس او في الانتي بارلل دايركشن. وزي ما قلت لك الباك بون بتاع الاستراند بيبقى عباره عن شوجر فوسفيت باك بون زي ما شفنا.
البوندز او اللي ايه اللي بيخلي التو ستراند شابكين في بعض، اللي هو النيتروجينوس بيزز او البيز بير زي ما شرحنا. طيب البيز بير عباره عن ايه؟ عباره عن دايما تلاقي السيتوسين مع الجوانين التريبل هيدروجين بوند، خلاص، ودايما تلاقي الثيامين مع الادينين بدبل هيدروجين بوند، بدبل هيدروجين بوند. تمام، بنلخص المعلومه تاني وبقول لك ان السيتوسين والثيامين ده عباره عن بايرميدين بيزز، تمام، والادينين والجوانين ده عباره عن بيورين بيزز، خلاص. يبقى ايه البيز بير اللي بتبقى موجوده في الدي ان ايه؟ بقول لك ان السيتوسين بيبقى موجود مع الجوانين بتريبل هيدروجين بوند، والثيامين بيبقى موجود مع الادينين بدبل هيدروجين بوند، والبيز بير ده اللي بيدي التو ستراندز دول او بيدي الدبل ستراند الاستابيليتي بتاعته. يبقى دايما تلاقي الدي ان ايه ستيبل عندك في الجسم، خلاص. ده شكل توضيحي تاني للدبل هيليكس ستراكشر زي ما شرحنا قبل كده. ادي التو ستراند، ادي ده ماشي اهوت من 5 ل 3 اند، خلاص، من 5 ل 3 اند. بوضح لك هنا الشوجر فوسفيت جروب او الشوجر فوسفيت باك بون، اهو ده اللي هو الشوجر فوسفيت باك بون زي ما انت شايف هنا، خلاص. برجع هنا تاني اقول لك ادي الكومبلمنتري بيزز، بتلاقيهم كومبلمنتري تو اتش اذر، الثيامين مع الادينين، الجوانين الثيامين مع الادينين، الجوانين مع السيتوسين، وهكذا. بيقول لك هنا ان الاستراند الثاني بيبقى انتي بارلل ستراند، خلاص، بيمشي في الاوبوزيت دايركشن اهو زي ما انت شايف كده، من 5 ل 3 بيمشي في الاوبوزيت دايركشن. طبعا بيبقى موجود في جسمنا في شكل دبل هيليكال ستراكشر زي ما احنا شايفين، بيبقى كويلد بقى على بعضيه، خلاص، كويلد، بيبقى دبل هيليكال ستراكشر. وزي ما قلت لك احيانا بيبقى الدبل هيليكس ده اسمه واتسون اند كريك موديل، على اسم التو ساينس اللي اكتشفوه في 1953 وخدوا عليه نوبل برايز. تمام، طبعا هنا بنقول ان الدي ان ايه ده اللي بيبقى موجود عليه كل الجينيتك انفورميشن اللي خاصه بالشخص. الشكل ده بيوضح لك ان الدي ان ايه زي ما خدته قبل كده في السيل سايكل هو المسؤول عن السيل ريبليكيشن، هو المسؤول عن السيل ريبليكيشن زي ما احنا شايفين. تبص تلاقي الدي ان ايه بتاعك بيبدا يحصل له ديفيجن، بيبدا يحصل له ديفيجن، خلاص، وكل اولد ستراند اللي هو بالازرق ده يطلع منه دوتر ستراند اللي هو بالاصفر اللي عندك. ادي التو اولد ستراند عندك انقسموا، خلاص، وعندك ادي اللي هو بالاصفر اللي عندك ده اللي هو الدوتر ستراند، وادي كمان دوتر ستراند. ودي طريقه اللي هي الايه السيل ريبليكيشن، او تبدا تلاقي ايه عندك سيل ريبليكيشن او سيل ديفيجن، خلاص، للخلايا عندك. وده انتوا خدتوه في جزء سابق اسمه السيل سايكل، خلاص. طيب الار ان ايه بقى او الرايبونيوكليك اسيد عباره عن ايه؟ برضو الرايبونيوكليك اسيد بيتكون من نيوكليوتيدز، خلاص، فوسفيت جروب. النيوكليوتيد بتتكون من فوسفيت جروب زي ما شرحنا. الشوجر بيبقى رايبوز، برضو هو بنتوز شوجر بس رايبوز، خلاص. احنا قلنا في الدي ان ايه اسمه دي اوكسي رايبوز، انما في الار ان ايه عباره عن رايبوز عادي. هوريك دلوقتي الفرق في الاستراكشر. وفي عندي نيتروجينوس بيز. النيتروجينوس بيز زي ما قسمناها في الدي ان ايه لبيورين وبيريميدين، برضو في الار ان ايه بيورين وبيريميدين، خلاص. البيورين عباره عن ايه؟ عباره عن ادينين وجوانين، عباره عن ادينين وجوانين، هم نفس البيورين بيزز اللي موجودين في الدي ان ايه اللي هم الادينين والجوانين. البيريميدين هي اللي مختلفه شويه. البيريميدين عباره عن ايه؟ عباره عن سيتوسين ويوراسيل، خلاص. احنا كنا قلنا في الدي ان ايه قلنا البيريميدين عباره عن سيتوسين وثيامين، ده في الدي ان ايه، انما في الار ان ايه عباره عن ايه؟ عباره عن سيتوسين ويوراسيل. طبعا الار ان ايه اللي موجود في جسمنا كذا نوع، في عندي ميسنجر ار ان ايه، وفي عندي ريبوزومال ار ان ايه،
وفي عندي ترانسفير ار ان ايه، المسنجر ار ان ايه ده بسميه البلو برنت او البصمه بتاعه الدي ان ايه. خلاص الريبوزوم الار ان ايه ده الار ان ايه اللي بيكون الريبوزومز او اللي موجود في الريبوزومز. الترانسفير ار ان ايه ده اللي بيستخدم في عمليه الايه الترانسليشن زي ما هناخد مع بعض في المحاضره الجايه ان شاء الله. تعال نشوف الفروقات ما بين الدي ان ايه والار ان ايه. اول حاجه الشجر، من اسمه دي ان ايه، اذا الشجر اللي موجود دي ان ايه، اذا الشجر اللي موجود عباره عن ايه؟ عباره عن دي اوكسي ريبوز. تعال بص معايا كده، دي اوكسي ريبوز اهو الكربون رقم 2. خلاص اهي، لو انا قلت ان دي الكربون الاولانيه دي الكربون الثانيه، تبص لي هنا مفيش او اتش جروب، مفيش او اتش جروب اللي هي هنا اهي الكربون رقم 2. لو انا قلت ان دي كربون رقم 1، تعال نعلم عليها مع بعض تاني. لو انا قلت ان دي الكربون رقم 1 ادي الكربون رقم 2 اهي، بسميها ما فيهاش او اتش جروب، ما فيهاش او اتش جروب، فعشان كده بقول عليها دي اوكسي ريبوز، ده نوع الشجر اللي موجود في الدي ان ايه. لو انا جيت ابص عليه في الار ان ايه، لا ريبوز، هتلاقي هنا الشجر الـ OH جروب موجودة زي ما هي، فهقول عليها إيه؟ ريبوز عادي خالص، يبقى ده الفرق ما بين الاتنين. الفرق التاني إن ده الاسم اللي هو الديوكسي ريبونيوكليك أسيد، وده ريبونيوكليك أسيد أو ار إن إيه. الفرق التاني إن الدي إن إيه زي ما قلت لك عبارة عن دبل ستراند نيوكليك أسيد، خلاص زي ما قلت لك اللي هو دبل ستراند أو واتسون أند كريك موديل، بينما الار إن إيه عبارة عن سنجل ستراند. خلي بالك الـ RNA عبارة عن single strand nucleic acid. الفرق الثالث زي ما شرحت لك في النيوكليوتايد من شوية، البيزز. البيزز اللي موجودة في الـ DNA عبارة عن أدينين، جوانين، سيتوسين، وثيامين. خلاص؟ بينما البيزز اللي موجودة في الـ RNA عبارة عن أدينين، جوانين، سيتوسين، ويوراسيل. يوراسيل. تمام؟ ده فيجر توضيحي تاني بنأكد على المعلومة إن أنا عندي آدي الـ RNA وآدي الـ DNA. خلاص الـ RNA آدي الـ OH جروب، طالما لقيت الـ OH جروب دي إذا بقول عليه ريبوس شوجر اتاتشد بفوسفيت جروب ونيتروجينس بيز بسميه RNA، والنيتروجينس بيز عبارة عن أدينين، ها الناس تقول معايا أدينين، سيتوسين، جوانين، ويوراسيل. اليو ده اختصار يوراسيل. خلاص؟ بينما الدي ان ايه، تعال بص معايا كده على الكربون رقم 2، مفيش او اتش جروب، فبسميه دي اوكسي ريبوز، وبالتالي بسمي الدي ان ايه عباره عن دي اوكسي ريبونيوكليك اسيد، ادي الفوسفيت جروب وادي الدي اوكسي ريبوز. النيتروجينس بيز نقول مع بعض، ادي الادينين، سيتوسين، جوانين، وثيامين. فيامين بتبقى موجودة في الدي ان ايه. لو جينا نبص على شكل توضيحي تاني مجمع الفروقات، ده الدي ان ايه، اول فرق ان هو دبل هيليكس او تو ستراندز. خلاص ادي البيزز اللي عندك، فيامين وسيتوسين، دول اللي هم البيزز اللي موجودة. خلاص وفي عندي ادينين وجوانين. خلاص طيب تعال نشوف الار ان ايه. الار ان ايه عباره عن سنجل ستراند زي ما احنا شايفين، سنجل ستراند بيبقى موجود في جسمك على انه هو سنجل ستراند. خلاص نيتروجينس بيزز عباره عن جوانين وادينين، سيتوسين، الاختلاف في وجود الايه اليوراسيل. الدي ان ايه ما فيهوش يوراسيل، فيه ثيامين. الار ان ايه فيه اليوراسيل، فيه ايه اليوراسيل، ما فيهوش الثيامين. يعني لو حبينا نجيب اسئله او نسال الناس، ممكن تيبل فورم ويقول لك ديفرنشيت بتوين دي ان ايه اند ار ان ايه. ممكن اسالك سؤال اقول لك النيوكليوتايدز بصفه عامه في الدي ان ايه او الار ان ايه بتتكون من ايه؟ بتتكون من ثلاث حاجات اللي هم الفوسفيت جروب، الشوجر او بنتوز شوجر سواء كان ريبوز او دي اوكسي ريبوز، والنيتروجينس بيز. طيب لو جينا نقول في الدي ان ايه البايريميدين بيزز عباره عن ايه؟
والبيورين بيزز عبارة عن ايه؟ ها نفتكر مع بعض كده، قلنا في الدي ان ايه، نرجع الناس تاني، في الدي ان ايه ادي الدي ان ايه، البيريميدين بيزز عبارة عن سيتوسين وثيامين، البيريميدين بيزز عبارة عن سيتوسين وثيامين، البيورين بيزز عبارة عن جوانين وأدينين، عبارة عن جوانين وأدينين. طب لو أنا جيت غيرت السؤال وقلت لك الـ RNA البيورين بيزز عبارة عن إيه والبيريميدين بيزز عبارة عن إيه؟ خلاص؟ البيريميدين اللي هم سيتوسين ويوراسيل ده في الـ RNA، بينما البيورين زي ما هي جوانين وأدينين. بنرجع للناس تعريف البيورين والبيريميدين تاني، اللي هم البيريميدين اللي هي 6 ممبر رينج، وقلت لك اللي هم الثيامين والسيتوسين، والبيورين عباره عن فيوزد رينج زي الادينين والجوانين. خلاص ده بالنسبه للدي ان ايه، وعرفنا الاختلاف اللي موجود في الار ان ايه. نرجع للاسئله تاني. ممكن نجيب ام سي كيو زي ده. السؤال الاولاني بيقول نيوكليوتيدز كونسيستس اوف، الاختيار الاولاني نيتروجينس بيز زي الكولين، انا ما جبتش سيره الكولين خالص في الشرح، بيورين او بيريميدين بيز مع شوجر وفوسفيت، بيورين او بيريميدين بيز مع شوجر بس، بيورين او بيريميدين بيز مع فوسفيت بس. لو حاولنا نحل السؤال هنلاقي ان الاختيار رقم بي هو اللي صح، اللي هو البيورين او البيريميدين بيز مع الشوجر والفوسفيت. السؤال الثاني بنقول نيوكليك اسيد نيتروجينوس بيز، خلاص نيتروجينوس بيز موجوده في المسنجر ار ان ايه ومش موجوده في الدي ان ايه، خلاص مين الادينين ولا الجوانين ولا السيتوسين ولا اليوراسيل؟ نركز مع بعض في السؤال، بيقول لك موجوده في المسنجر ار ان ايه ومش موجوده في الدي ان ايه، اذا هي عباره عن اليوراسيل. طيب شوجر مويتي موجود في الـ RNA، مين في دول؟ ريبيولوز، ريبوز، أرابينوز، دي أوكسي ريبوز. ده سؤال سهل ممكن إيه الناس تفكر فيه وتحله. السؤال الثالث بيقول لك DNA doesn't contain، ما فيهوش مين في دول؟ الثيامين ولا اليوراسيل ولا الأدينين ولا الدي أوكسي ريبوز؟ الـ DNA فيه كل دول ما عدا اليوراسيل، إذا الإجابة عبارة عن اليوراسيل. السؤال الرابع ممكن تفكروا فيه سهل مش صعب، شوجر مويتي اللي موجود في الدي ان ايه عباره عن ايه؟ السؤال الثالث او السؤال الخامس بيقول لك الدي ان ايه ستراند ده ترو اور فولس، بنقول الدي ان ايه از ا سنجل ستراند نيوكليك اسيد، ده ترو ولا فولس؟ طبعا فولس، لان انا قلت لك ان الدي ان ايه عباره عن دبل ستراند، عباره عن دبل ستراند. انما لو جبت لك السؤال وقلت لك ار ان ايه از ا سنجل ستراند نيوكليك اسيد، اذا تعتبر الاجابه ايه؟ ترو، لان الار ان ايه عباره عن ايه؟ عباره عن سنجل ستراند. شكرا جزيلا ليكم يا سنه اولى، ان شاء الله يا رب تكونوا فهمتوا، ولو في اي حاجه انا تحت امركم، وان شاء الله المحاضرتين الجايين هنكمل مع بعض بقى ايه الجزء بتاع الجينيتك اكسبريشن.